كويسه فيها أصلاً. تطور اصلا يعني حاسه ان انت مثلا من خمس سنين لا طبعا في تطور أحسن. دلوقتي في الاداره الجديده بتاعتنا بالاسس للمستشار بقى في حاجات عندنا عمرها ما كانت موجوده. زي ايه؟ ايه اللي كان ما كانش عندنا؟ بقى عندنا محترفين، بقى في اهتمام بينا، بقى في معسكرات، بقى في مدربين على اعلى مستوى. دلوقتي احنا عندنا جهاز يعني 7 افراد، الاول كان بيبقى 2 ودكتور، دلوقتي لا 7 وعلى اعلى مستوى. يعني تقريبا احنا من احسن الاجهزه في مصر او احسن جهاز جهازنا طبعا. لا 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 انت غلطانه جدا طبعا احسن جهاز غلطانه مشاهده